هنا في الجبين عاصمة محافظة ريمة، يتربع الجامع الكبير كتحفة فنية يقرأ فيها الزائر ما تجلى من إبداع الإنسان القديم وما تركه من الحنين في هكذا صور تحمل بين حناياها حضارة مئات السنين، حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر الميلادي الذي قام ببنائه الشيخ الجليل محمد أحمد الجبين سنة 1300 للهجرة. وللمسجد أبواب من جميع الجهات، كما يضم صحنا للصلاة بجانبه وبركتي مياه. وما يميز الجامع الكبير بريمة محرابه الذي يتميز به عن بقية المساجد في اليمن، وذلك بعدم وجود مقدمة في محرابه إلى الخارج من المسجد. المحراب هذا يعني الوحيد في الجمهورية أنه بين الضاحي والمثنى. شوف يعني مبنى العمارة يعني كم مبنى العمارة كم، فكل مسجد تجد له مقدمة للمحراب حقه للإمام إلا هذا. النقش حوالي 1400 نقشة، لا نقشة تشبه الثانية. يأسرك سقفه الخشبي المليء بالزخارف النباتية التي عملت على شكل مصندقات خشبية تحمل زخارف ونقوشا نباتية جميلة مطعمة بماء الذهب. وللجامع الكبير بريمة مكتبة تحتوي على عدد من مخطوطات المصحف الكريم والأحاديث النبوية الشريفة المزخرفة بماء الذهب، والتي يزيد عددها عن 60 مخطوطة متنوعة الشكل والحجم، ما أضفى على الجامع لمسة من الجمال والسحر.